نبدأ كلامنا بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكركم على المتابعة وبشكركم جدا على يعني حسن الرأي. قلت لكم هكلمكم عن الست اللي في اعتقادي أنا حسب رؤيتي الشخصية لله سبحانه وتعالى ان الست دي ممكن تكون صامت 1000 سنة. مين الست دي؟ ممكن تكون اسمها فاطمة، ممكن تكون اسمها سيدة، ممكن تكون اسمها خديجة، ممكن تكون اسمها عائشة، ممكن تكون اسمها منى. الست دي كانت متجوزة ومستقرة، حياتها كويس قوي، وبعدين الزوج كما يحدث كثيرا اتجوز وأهمل في رعاية الأولاد وفي توفير النفقات وفي ما فيش أكل وما فيش شرب، فالست نزلت تشتغل. الست معها يعني شهادة متوسطة كده، فاشتغلت شغلانة يدوبك يعني 10 كده في الشهر، 10 جنيه ولا حاجة ما بتكفيش، والراجل ما بيساعدش إلا كل فترة طويلة. فاشتغلت شغلانة تاني بعد الظهر وبتكافح عشان تربي عيالها، عندها عيال وبتربي العيال، وهي من عيلة كريمة لكنها مفلسة، ما فيش حد يساعد، لا أخ يساعد ولا عم يساعد ولا في حاجة خالص، مع ان العمام كويسين لكن يعني ما فيش، زي ما بيحصل في عندنا دايما. وهي بتشتغل في شغلها الصبح ده، لقيت شاب صغير كده، صبي مش شاب، صبي صغير كده، شعره اصفر وعينيه ملونه، بيشتغل في مرمطينه كده، يروح يجيب سندوتشات للموظفين، يروح يقدم لهم شاي قهوه وبتاع، بس يعني حالته، بس الواد امر. فكلمته بقت تتصاحب معها وبيجيب لها الحاجه، تدي له قرش زياده بتاع قرش، كان قرش قرش فعلا، مش مبالغه يعني، مش كده مش مبالغه، مش يعني تعبير كده يعني قرش يعني جنيه، لا هو قرش فعلا. والواد ده الطفل الصبي ده قريب من سن ولادها، فبدات تجيب له هدومهم القديمه والمش عارف ايه وحاجات زي كده، وبدأت تقول له تعالى تغدى مع الولاد، تعالى تعشى مع الولاد، بس جوزها بيجي كل سنتين مرة تقوم تهربه، وبقى الولد ده حش. وبعدين يقول مين ده؟ انت لقيت اكل جايب عيل تربيه؟ فقالت ربنا يكرمني بيه وبيهم، وربت الولد وربنا كرمها بيهم وبيه وبكل صعوبات الحياة، والولد كبر وعلمته صنعة لأنه ما كانش نافع في المدارس، علمته صنعة بقى كوافير كويس قوي، وبعدين بقى يتاجر، يسافر يجيب تجارة ويبيعها ومشي حاله تمام، وبقى يعتبر فرد من العيلة الوحيد اللي ما كانش يعرف عنه حاجة أبدا الأب، لدرجة ان الولد ده لما كان يجي والاب موجود، ساعات الاب يجي ما بقول كل سنتين مرة كده، يشق شقة كده يدفع له 20-30 جنيه بتاع اي حاجة يعني، كانوا يهربوا الولد ده، يدخلوه متهرب من الشباك من بتاع، يدخلوه بحيث ان الاب ما يشوفوش. لكن الولد كبر وبقى ابنها خلاص، وربنا كرمها يمكن عشان الولد ده. تصدقوا ان الست دي لما كبرت لاحظوا ولادها كده ان في صبي صغير بيخش يقعد في البيت، ايه ده يا ماما؟ ايه ده يا خالتي؟ بتعمل في ايه؟ الست اللي بتعمل ايه؟ مين ده؟ فقالت لهم ده صبي مكواجي والطيب طيب يعني في ايه يعني؟ بيقعد ساكت كده، بس ساكت يقعد جنبيها بالساعه بالساعتين بالثلاثه، فضلت معاه لغاية ما كبرته وعلمته صنعته برضه، واشتغل واتجوز
وكان الولد ده وهي بقى في مرضها الأخير كانت تحب يقعد جنبها كده. ويوم ما ماتت كان آخر واحد أو أول واحد جه بص عليها وجاب لها العشاء في إيده، مع أنها عندها عيال كتير وكويسين كلهم، لكن هي تحب محمد ده المقلبس ده اللي كبر بقى يجي لها وهي بترهيف كل حاجة، ما تعرفوش خالص زي الولد التاني ما كانتش تعرفه خالص. عندها ضغوط حياة صعبة، عندها 4 عيال بتجيب عيل 5، وبعدين لما كبرت جابت برضه فيها الداء مفيش فايدة، جابته قعدته ويقعد جنبها كده بس. ده هو رمضان، ده هو ده اللي ربنا بيقول لنا عليه، ده هو ده الصوم الحقيقي، انك انت تبقى يعني حالتك مش كرب، اكتر من الكرب شوية، لانه ايه اصعب حاجة بتبقى العائلات المتوسطة المستوى، انه لما تحصل هزة مادية ضخمة بيبقوا خايفين على المستوى، بيبقوا مش عايزين يحطوا الولاد في مستوى اقل من بقيه العيله وبقيه الشباب الموجودين، فبتبقى حاجه قاسيه. فانت كنت فين يا ست انت؟ ما تخليك في اهلك. لا، هي كان عندها ايمان عميق بان اللي بتعمله ده هو اللي هيجيب لها الرزق، مش الشغل الصبح وبعد الظهر والظهر بتشتغل طول النهار، مش ده اللي بيعمل لها الرزق، هو ده اللي بيعمل لها الرزق. ولذلك شهر رمضان بيحب الحكاية دي جدا. لكن عايز اقول لك انه شهر رمضان بيحب الحكاية دي لان الله بيحب الحكاية دي، ولان الله بيسخر عبيده للعبيد التانيين اللي تعبانين. بس طبعا ربنا ما بيسخرهمش في رمضان بس، يعني ما عملتش ده. في ناس تيجي في رمضان تقول هاتوا فلان يفطر ونفطر فلان ونعمل فلان، الست دي ربت الولاد دول في عز الضنا زي ما بيقولوا، ربتهم وتروح تجوزهم على انهم ولادها، هي تروح تتقدم، يعني هي تروح تاخد الولاد تقول ده ابني، طبعا بتقول الحقيقه بس بتقول ده انا اللي مربياه ودول اخواته هو كده. الولد الاولاني اللي هو صغير الحليوه ده مات من اسبوع، وكان لطيف جدا انه طلب انه يدفن جنبها مع انه عنده مدفن، يعني عيلته الاصليه عندهم مدفن، لكن هو قال لهم يا جماعه انا عايز ادفن جنب امي دي، ففعلا دفناها جنب امي، ما الست دي أمي.